السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم. معاكم احمد عاطف من قناه الكوميكس الانجليزي لتعليم اللغه الانجليزيه. ان شاء الله ده تاني فيديو من فيديوهات الانجليش ايديمز، مصطلحات الانجليزيه طبعا مهمه جدا بالنسبه للمتعلمين، وطبعا السلسله دي عاملينها لتطوير مهارات المحادثه لدى الانجليش ليرنرز المتعلمين اللغه الانجليزيه. فاتمنى ان شاء الله السلسله تعجبكم. تعالوا بينا نبدا مع بعض. ان شاء الله فيديو النهارده هنتعلم ثلاث مصطلحات مع بعض، والفقره اللي جايه ان شاء الله هتكون بعنوان هو شخص انطرد من الشغل بتاعه فبيحكي عن نفسه شويه. تعالوا نشوف قال ايه عن نفسه. يلا بينا. Last week at work the manager was so rude to me. He gave me the axe and I had to leave this dead-end job. Again I have to go to the drawing board. Please guys, pray for me and wish me luck. طبعا نطلع بالثلاث مصطلحات بتوعنا من كلام الشخص اللي بيتكلم. هو شخص انطرد من الشغل وبيحكي بيقول ان الاسبوع اللي فات المدير طبعا give him the axe. دي اول مصطلح معانا، give somebody the axe معناه طرده من الشغل. يبقى دي اول مصطلح معانا، give someone the axe يعني يطرد من الشغل. فطبعا طردوا من الشغل، فهنا بيقول I had to leave، انا اضطريت اسيب الوظيفة دي. dead end job دي مصطلح، dead end job معناها وظيفة بلا فائدة ملهاش منفعة، ودي بنقولها لما الواحد يكون غضبان او سايب شغل غصب عنه، فبيقول الشغل ده ملوش فايدة وانا كده ايه هسيبه ملوش اي منفعه. ف dead end job دي صفه بنستخدمها عشان نوصف الوظيفه ان هي ملهاش اي فايده. فطبعا بيقول مصطلح كمان بيقول I have to go back to the drawing board، انا اضطريت ارجع تاني من البدايه هدور على شغل. فالمصطلح معانا go back to the drawing board يعني يرجع يبدا يدور على شغل من تاني. وده مصطلح بنستخدمه عشان نقول لو مثلا انا فشلت في مشروع او فشلت في مهمة او فشلت في وظيفة او في حصل مشكلة، فبضطر بقى اقول ايه انا لسه هرجع بقى من تاني وابدأ اشتغل على المشروع تاني او ابدأ ادور على وظيفة تاني. فبنستخدم المصطلح ده go back to the drawing board، بيتقال لما احب اقول هبدأ شغل من تاني او هبدأ ادور على حاجة تاني او هبدأ مثلا ابدأ من مشروع من اول وجديد لما يفشل وهكذا. Go back to the drawing board. دول المصطلحات الثلاثة بتوع النهاردة. أتمنى تكون استفدتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. See ya.